بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم في يعني هذه السلسلة المباركة في الجزء الرابع من يعني سلسلة عالم الغيب. هذا العالم ينبغي على كل واحد منا أن يتعرف على المصير الذي ينتظره قبيل الموت وما بعد الموت وبعد البعث إلى أن يدخل الجنة إن شاء الله. في اللقاء السابق أيها الأحبة، قلنا إن البعض استدل بآية في سورة ياسين، قال تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث. الأجداث يعني القبور، مكان رقود، هذه ما تبقى من عظام وما تبقى من أموات. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ما هو أول شيء يقولونه؟ قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الحقيقة أيها الأحبة، لنتأمل حياة هذا الإنسان فيما لو كان راقدا، لو كان راقدا في سبات، في غيبوبة، لا يوجد عذاب، لا يوجد ذل، وبالمقابل لا يوجد نعيم. طيب لماذا الكافر وهو يظن أنه لو كان هناك يوم قيامة سوف يكون له مكانة كبيرة عند الله؟ هكذا يظن الظالم والكافر والملحد. أولا يعتقد أنه لا يوجد حساب وبعث، ولكنه يظن أنه سيكون، إذا كان موجود الحساب سيكون من الفائزين. لذلك الله تبارك وتعالى قال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذا الموقف أيها الأحبة، إذا كان الإنسان لم يتعرض لأي نوع من أنواع العذاب أو الذل أو الهوان، طبعا نتحدث عن الكافر في القبر، أو أنا أفضل أن أسميها حياة ما وراء البرزخ أو ما بعد الموت، إذا كان في حالة سبات أو غيبوبة أو رقود لا يشعر بشيء، لماذا يقول: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ لماذا؟ لأنه تعرض إلى أنواع شديدة من العذاب. كل يوم يعرض هو على جهنم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كل يوم هناك عذاب نفسي وعذاب مادي ومعنوي، وهناك إذلال، وهناك توعد وتهديد. هذا هو مصيرك أيها الكافر، كل يوم يذكرونهم بمصيرهم. الملائكة طبعا تذكرهم كل يوم، ملائكة العذاب تذكر هؤلاء الكفار بمصيرهم في جهنم، ولكن لا يعلمون متى ستقوم الساعة. فإذا ما قامت الساعة، أول كلمة ينطق بها هذا الكافر: يا ويلنا، في آية، وقالوا: يا ويلنا هذا يوم الدين، وفي الآية الثانية في سورة ياسين: فإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. أول شيء ما الذي يقولونه؟ قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ والمرقد هنا أيها الأحبة لا يعني أننا كنا راقدين، هو مكان الرقود، مكان تستقر فيه بقايا الميت. قد يموت إنسان في البحر ويبقى منه جزء صغير، ولو بمقدار يعني شريط DNA صغير لا يرى إلا بالمجهر الإلكتروني، قد يبقى منه هذا الشيء الصغير ويدفن في أعماق البحر. مكان دفن هذا الشريط الصغير الذي تبقى من هذا الإنسان هي الأجداث. إذن القرآن لم يستخدم كلمة قبور، استخدمها في أماكن أخرى.
ولكن هنا استخدم الأجداث لأنها أعم، يعني الجدث هو المكان الذي تستقر فيه وتبقى، سواء حتى الذي يموت على سطح القمر هناك قبره على سطح القمر، الذي يموت في أعماق المحيط قبره في أعماق المحيط، الذي يموت يعني في أي مكان يمكن أن تتصوره، فإن المكان الذي تستقر فيه بقايا هذا الميت هو يعني هذه هي الأجداث. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، لأنهم كانوا يرون العذاب ولا يعذبون به كجسد، يعني كانت النفس تعذب من دون الجسد، ولكن يوم القيامة سيكون العذاب للجسد والنفس معا، سوف تتعذب النفس ويتعذب هذا الجسد. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إذن أيها الأحبة، هذه الآية هي أقوى دليل على أن هذا الكافر كان يمر في مرحلة ما من العذاب أثناء الموت، حتى إنه عندما صدم بيوم القيامة قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، مكان رقودنا يعني، وليس مرقدنا يعني أننا كنا راقدين مطمئنين، يعني غير منطقي، غير منطقي أيها الأحبة أن المؤمن يقول الله تبارك وتعالى في حقه الذين قتلوا في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، هناك رزق حقيقي يعيشه هذا الإنسان المؤمن الذي مات في سبيل الله. طيب بالمقابل الكافر يجب أن يكون له نوع من العذاب، يعني من غير المعقول أن الكافر يموت مطمئنا والمؤمن يخاف لحظة الموت حتى تتنزل عليهم الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن أيها الأحبة، هل المؤمن من المعقول أنه يخاف تتنزل عليهم الملائكة، ملائكة الرحمة، لتهدئهم وتبشرهم بالجنة وتقول لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما سيأتي ولا تحزنوا على ما مضى، يعني يضمنون لهم الماضي والمستقبل، لا خوف ولا حزن، ويبشرونهم بالجنة. سبحان الله، يعني هذا في حق المؤمن. طيب الكافر ماذا عنه؟ يجب أن يكون بالمقابل هناك عذاب كما أنبأ القرآن، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، يوم الموت، اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب ذل، لأنهم يعرضون كل يوم على النار ولا يدخلونها، غدوا وعشيا يؤخذون يقادون إلى النار. طبعا هنا الحديث عن النفس وليس عن الجسد، لأن الجسد يبقى في الحياة الدنيا، الذي يغادر هو النفس، تغادر منطقة الحياة الدنيا إلى منطقة ما بعد الموت أو ما وراء البرزخ، بعد عبور هذا البرزخ تصبح في منطقة عالم آخر، له قوانين خاصة به، له زمن خاص به، له بيئة خاصة به لا يمكن أن ندركها، هي غائبة عنا. لذلك الله تعالى خاطب النبي عليه الصلاة والسلام وخاطبنا طبعا، ولو ترى، يعني لو كان لديك القدرة على رؤية ما يحدث للميت لرأيت هذا المشهد، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، غياهب الموت، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أيها الأحبة، إن منطقة البرزخ هي فاصل يتعلق بالزمن وليس بالمكان،
يعني هذه النفس لا تذهب من مكان لآخر، بل تنتقل من زمن لآخر، من حياة لأخرى. هنا في الحياة الدنيا لدينا قوانين فيزيائية، قوانين كونية، لدينا زمن يسير بانتظام محدد، اليوم 24 ساعة والسنة 365 يوم إلى آخره، هذا النظام موجود في الدنيا. مجرد أن النفس الإنسان خرجت منه وأدخلت عبر البرزخ إلى ما وراء البرزخ، كما قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني البرزخ سيصبح وراءك بعد الموت، أما الآن في الدنيا هو أمامك وبانتظارك، وستأتي اللحظة التي تعبر من هذا البرزخ إلى حياة ما بعد الموت. فإما أن تكون حياة سعيدة آمنة مستقرة، فيها رزق، فيها لذة، فيها متعة، يعني جنة بكل معنى الكلمة، وإما أن تكون كما قال الله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون، يعني عذاب وذل، عذاب وذل، هكذا تستمر حتى تقوم الساعة. لذلك قال في حق قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا كله فترة الموت، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قد يقول قائل يعني كيف تعذب النفس من دون الجسد؟ أيها الأحبة، الإنسان النائم ما الذي يحدث له؟ هذه النفس، يعني أنا أريد أن أعطيكم تشبيها بسيطا، لنتخيل أن لدينا إنسان ولديه يحيط به مجال كهرطيسي، يعني مغناطيسي وكهرباء، يسمى مجال كهرطيسي. هذا المجال هو الذي يتحكم بأعضاء الجسد، هو الذي يسيرك أو يعطي القرارات، تستطيع أن تفعل الخير وتستطيع أن تفعل الشر. هذه النفس هي التي تأمرك بالسوء، هي التي تقودك للكفر. أثناء النوم تذهب هذه النفس وتبتعد عن الجسد، ولكن تبقى قريبة منه، ويحدث هذا خلال أجزاء يعني لا يمكن عدها من الثانية، أجزاء قليلة جدا من الثانية. الله سبحانه وتعالى عندما يتوفى هذه الأنفس التي يعني داخل النوم عندما ينام الإنسان، فإن هذه النفس تتعرض لحلم أو لمنام أو لرؤية، وترى صاحبها وكأنه يضرب أو يعذب أحيانا، يعني كل إنسان لابد أنه رأى كابوس، أحد يضربه، أحد يخنقه إلى آخره، يغرق، يحترق، يهوي إلى آخره، يشعر ويتأكد 100% أن هذا العذاب هو عذاب حقيقي، مع أن النائم بجوارك لا تشعر به وهو يعذب في المنام. المنام هذا قد تظن أنه يستغرق سنوات أو أشهر، يعني أحيانا الإنسان يرى منام طول هذا المنام مثلا 10 ساعات، ولكن حقيقة عندما رصد العلماء هذه الأحلام وجدوا أنها عبارة عن ومضة فقط، يعني هو جزء من ثانية يستغرق بالنسبة لزمننا نحن، ولكن بالنسبة للنفس، النفس لا تخضع لقوانين الفيزياء وقوانين الزمن التي نعرفها. وبالتالي هذه النفس يمكن أن تخضع لهذا الحلم الذي يستمر بالنسبة لها ساعات، ربما أيام، وإنسان يعذب مثلا داخل هذا الحلم، أو يرى كوابيس وكأنه يعني مر عليه سنة كاملة من الكوابيس والعذاب. والأجهزة تقيس هذه على شكل ومضة بسيط جدا، يعني أو زمن بسيط جدا. لماذا؟ يعني هذا يؤكد أن النفس لا تتعامل مع قوانين الزمن والمكان، لها قوانين أخرى. لذلك العذاب في القبر أو لنقل ما بعد الموت، هذا العذاب له قوانين تختلف عن قوانيننا، لا يقاس بالزمن،
يعني قد إنسان كافر يتعرض لعذاب مدته 1,000,000 سنة، مدة هذا العذاب 1,000,000 سنة، وفي مقياسنا الزمني هو ثانية أو جزء من ثانية. تخيلتم أيها الأحبة؟ لذلك هنا يخطئ البعض عندما يقول ما ذنب من مات مثلا قبل 1,000 سنة وهو يعذب، ومن مات قبل يوم القيامة بيوم مثلا. يعني يقيسون عذاب القبر أو عذاب ما بعد الموت في عالم ما وراء البرزخ يقيسونه بزمننا، وهذا خطأ، لأن ما وراء البرزخ له زمن خاص به يختلف تماما عن زمننا، ولا تقاس الأمور بالزمن، تقاس بكمية العذاب أو كمية النعيم. لذلك أيها الأحبة، يعني هذا الموضوع طويل جدا، وإن شاء الله في لقاء قادم سوف نتناول قضية جديدة من قضايا عالم الغيب، وتحديدا أسرار الموت وما بعد الموت. فإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.